كيف تعرف ما هو الفيتامين الذي ينقص جسمك؟ كما نعلم فإن كل جسم يحتاج لفيتامينات معينة تلائم عناصره، ولكن كيف تعرف أن هذا الفيتامين ينقصك وأنت بحاجة إليه؟ إليك بعض الأعراض التي تمكن من معرفة أي من الفيتامينات الناقصة لديك. أولاً، نقص فيتامين سي. وظيفة هذا الفيتامين الأساسية تكمن في تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يترك البشرة مشرقة ونضرة ومشدودة. أما في حال كنت لا تحصلين على نسبة كافية من الفيتامين سي، ستصاب بشرتك بالجفاف والشحوب، كما ستبدأ البقع الحمراء بالظهور فيها. كذلك ستتكاثر التجاعيد والخطوط الرفيعة في وجهك، مما سيضيف سنوات عديدة إلى عمرك الحقيقي. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، إذ أن شعرك يتأثر أيضا بهذا النقص، فيصبح جافا متقصفا وأكثر عرضة للتساقط. فإذا كنت تعاني من الإصابة المتكررة بالبرد، نزيف اللثة، عدم التئام الجروح بسهولة، فإنه يوجد لديك نقص في فيتامين سي، وهو الكبد والطحال والموالح بكثرة، وعصير الليمون والبرتقال والتوت والجوافة والفجل والتفاح والبقدونس. ثانياً، نقص فيتامين إي. هذا الفيتامين يحمي البشرة من ظهور البقع الداكنة والتجاعيد فيها، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين، مما يخفف ظهور التجاعيد. وعدم الحصول على كمية كافية منه ينعكس سلباً على بشرتك، إذ تصبح كمية الكولاجين قليلة فيها، مما يعرضها أكثر للتجاعيد والشوائب. إذا لاحظت أن بشرتك جافة ومليئة بالتصبغات والخطوط الرفيعة، فأنت على الأرجح بحاجة إلى نسبة أكبر من فيتامين إي. فإذا كنت تعاني من الشعور بالتعب عند أقل مجهود تبذله، أو بطء في التئام الجروح، فإنه يوجد لديك نقص في فيتامين إي، وبذلك فأنت في حاجة إلى الخضروات الورقية كالخس، الجرجير، السبانخ، زيت بذرة القطن، زيت الصويا، زيت الذرة. ثالثاً، نقص فيتامين دي. مع التقدم بالسن تنتج بشرتك كمية أقل من الفيتامين دي، وفي حال لم تزودها بنسبة كافية تعوض عن هذا النقص، ستعانين من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. فإذا كنت تعاني من آلام في المفاصل، آلام في الظهر، تساقط الشعر، فإنه يوجد لديك نقص في فيتامين دي، وهو زيت كبد الحوت، القشطة، اللبن، صفار البيض، وفي أشعة الشمس أيضا. رابعا، نقص فيتامين A. إذا كنت لا تحصلين على كمية كافية من هذا الفيتامين، فلا تستغربي ظهور التجاعيد والبقع الداكنة في بشرتك. الفيتامين A يعالج خلايا البشرة من العمق، فيحافظ على شبابها ونضارتها، ونقصه في الجسم ينعكس سلبا على بشرتك وجمالك. فإذا كنت تعاني من الالتهابات المتكررة، وخصوصا في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، أو ظهور تقرحات في الفم، جفاف وتقشر الجلد، فإنه يوجد لديك نقص في فيتامين A، وهو موجود في زيت كبد الحوت، الجبن، اللبن، والقشطة، والنباتات الخضراء والملونة مثل السبانخ والجزر والخس والبندورة والبقول والخوخ وعصير البرتقال. خامساً، نقص الأوميجا 3. من الضروري أن تتناولي هذا المكمل الغذائي يومياً، وإلا امتلأ وجهك بالبثور والتجاعيد. فضلاً عن ذلك، ستعانين من شعر جاف وضعيف ويفتقر إلى الحيوية، فهو نقص فيتامين K2. يساعد هذا الفيتامين في إنتاج البروتين داخل الخلايا، فيحافظ على صحة البشرة ويقلل من ظهور البثور والشوائب فيها.
إذا كنت لا تحصلين على نسبة كافية منه ستعانين من تصلب البشرة وظهور التجاعيد واضحة فيها. وأخيراً، إذا كنت تعاني من الإجهاد المتواصل، عدم القدرة على التركيز، تشقق الشفاة، حساسية من الضوء، القلق المستمر والأرق، فإنه يوجد لديك نقص في فيتامين بي، وهو الكبد واللحوم وصفار البيض والخضروات والفاكهة والفستق والسبانخ والجزر.